غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. مساء الخير ساعة تقوم الشنودة. مين بيتكلم؟ أنا اسمي وسام عبد الله وبكلم حضرتك من أمريكا من نيويورك. منين حبيبي؟ من أمريكا من نيويورك حضرتك. أهلا وسهلا بيك. سلام ونعمة. خير؟ خير كل خير كل خير. يعني الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما أنتم عليه من رجاء. فأنا عندي سؤال بسيط لحضرتك يا فندم. هل بولس هو المؤسس الحقيقي للعقيدة المسيحية؟ هل مين؟ هل بولس هو المؤسس الحقيقي للعقيدة المسيحية؟ لا، المسيح هو مؤسس العقيدة المسيحية. طيب ممتاز. هل العقيدة بتقوم على الخطية الأصلية أو الخطية الجدية أو خطية الإنسان الأول أو خطية أبونا آدم؟ هي مش بس على خطية أبونا آدم والإنسان الأول، هي خطية الميراث. احنا خدنا ميراث من أبونا آدم إمكانية الوقوع في الخطأ. جميل. جميل جدا. اذا سبب الميراث وبرضه من خطيئة ادم، سبب ادم اخطا احنا ورثنا هذا. ممتاز. طيب هل عقوبة الخطيئة هي الموت؟ دي مش عقوبة الخطيئة، دي اجرتها العادية. مش الموت اللي هو انفصال الانسان، انفصال النفس عن الجسد. ممتاز. الموت الروحاني، البعد عن الله. لا، مش الموت الروحاني، الموت الابدي. الموت الابدي. جميل جدا جدا. وطبعا الحل كان هو الاله يتجسد ويعيد علاقتنا مع الرب، صح؟ بتهيألي كده. ممتاز. هل مكتوب ليس بار ولا احد؟ مكتوب ايه؟ ليس بار ولا احد، كما هو مكتوب انه ليس بار ولا احد. الجميع زاروا وفسدوا وعوزهم مجد الله. ممتاز. جميل جدا جدا. اذا الحل هو التجسد. الحل هو التجسد، ان الرب سبحانه ان الرب يتجسد وياتي بشكل انسان ويقوم بعمل الكفاره بالنيابه عنا جميعا. تمام حضرتك؟ ايوه. هذا هو ما قاله بولس حضرتك. اولا الخطيه الاصليه. من تكلم الخطيه الاصليه؟ عندك 27 صفر. اذكر اي شخص تكلم الخطيه الاصليه ما عدا بولس. ما في الا بولس. بولس يقول صراحه رساله اولى كورنثوس 15:22 لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيي الجميع. لم يتكلم شخص عن خطية آدم إلا بولس. اثنين، من قال أجرة؟ لا، اتفضل حضرتك. لا استنى، اتفضل. استنى، اتفضل. بولس ما ألفش الخطية دي. أنا ما قلتش ألف وما ألفش. بولس فهمها. اتفضل. هو أنا لما أقول البرتقال له أصفر، اتفضل، يبقى أنا اللي خليت البرتقال أصفر. ممتاز، كلام جميل جدا. من الذي قال البرتقال اصفر؟ يبقى ايه؟ معلش معلش، بولس الرسول فهم من الله نفسه في 3 سنين في الجزيره العربيه كل اللي حقائق الايمان. ممتاز. ممتاز. يسوع نفسه وهو الاله نفسه لم يفهم ان البرتقال اصفر ولم يتكلم عن البرتقال اصفر؟ يسوع قال لك ان يسوع لم يفهم ان يسوع هو الله يا ابني. فين فرق؟ انت امنت او لم تؤمن. انا حاسس بيك يعني، بس انا مش عايزك تفهم. يسوع انك بتقول يسوع ده هو الله المتجسد. ممتاز. هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. كلمة الله غير موجودة يا فندم في أقدم المخطوطات والصحة، ولا مخطوطة الثنائية ولا الفاتيكانية. لا لا لا، موجودة. أنت حضرتك أنت دارس علم النقد النصي حضرتك، أنا بسألك. الله في التقوى يا فندم. لا ما يا فندم، رد عليك. احنا استخدمنا كلمة الله في الترجمة لما جت إلى اللغة العربية. يعني أضفتوها، حركت في النص وأضفت الله في اللغة العربية. حركنا فين؟ أنهي نص بقى؟ يا حضرة الفاضل، أنهي النص اللي مش محرك؟ ممتاز جدا. المخطوطة الثنائية وهي أقدم مخطوطة وصحها، والمخطوطة الفاتيكانية كلمة الله مش موجودة. جميع علماء المخطوطة الثنائية مش أقدم المخطوطات. المخطوطة الثنائية مش أمال إيه أقدم المخطوطات؟ اتفضل. لا، قول لي يا مخطوطة الديداخي تعود إلى سنة 80 ودي مكتوبة باليوناني. يا حضرة الفاضل، لا ليها دعوة بيها العربي ولا ليها دعوة بيها العربي. حضرة الفاضل المحترم، أرجع. ما تقدرش تحاسبني على كلمة الله. الله دي جاية من الإسلام، اللي هو الإسلام كان يؤمن باللات والعزى. لا لا، سيبك من اللات والعزى والكلام اللي فارغ ده، ما تحاولش تهرب من المسيحيه للاسلام. ولا حاجه اسمها اللات والعزى. اولا احنا ما بنؤمن باللات ولا عزى. وبعدين اذا كان الله ليس هو الاله اللي انت بتعبده، لماذا لم تحذفوه من الكتاب المقدس؟ طب انا اسالك سؤال، انت بتقول الله من اللات والعزى، تعرف ما اسم الاله
في اللغة الأرامية لغة المسيح؟ ما هو اسم الإله في اللغة الأرامية لغة المسيح؟ تفضل. يهوى. أنت أحدك لا تعلم اسم الله باللغة الأرامية وهي لغة المسيح بلغة لغة الجليل الله الله. شوف حضرتك بتقول يهوى، يهوى اسم عبراني. المسيح كان بيقول الله، واليهود في زمن المسيح كانوا بيتكلموا اللغة العبرانية، والمسيح كان بيتكلم بلغة أهل الجليل اللغة العبرانية. المتأسف، اللغة الأرامية. الأرامية. أيوة الأرامية. الله مش يهوى، الله مش يهوى. إذن يسوع كان بيعبد اللات والعزة. إذن يسوع كان بيتكلم على العزة. ارجع لل اللات والعزة دي يا ابني جت بعد المسيح. أولا ما تقوليش يا ابني، أنا في عمرك وأنا راجل كبير في السن وأنا راجل باحث ومتكلم مع ابوك تادرس ومتكلم مع بعض من جميع الاساقفة في مصر وخارج مصر، فما تقوليش يا ابني انا مش ابنك. انا هنا مندي للنت راجل زيك، اذا كنت تحترمني انا بحترمك. ما عندكش احترام مالكش كلام. عبد اصنام. نعم عبد اصنام. ممتاز. انت بقى انت تعبد انسان. يسوع يقول في انجيل يوحنا 48 انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله. انت بتعبد انسان كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرز. قل لي من فرق بينك وبينهم. انت بتعبد انسان كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرز ومات. مشكلتكم ايه؟ لا ما تقوليش مشكلتنا، رد علي. سيبك من مشكلتنا، رد علي. هل الهك كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرز دي حقيقة ولا لا؟ استناني بقى يا حبيبي، استناني. رد علي حضرتك. استناني فيها. اتفضل. انا عندكم مشكلة كبيرة جدا. يا استاذ الكريم انا ما بكلمكش على دين تاني، انا بتكلم على الاله اللي انت بتعبده. هل الانسان يسوع اللي انت بتعبده كان بياكل ويتبول ويتبرد؟ الكلام ده غلط ولا صح؟ معلش عارف مشكلتكم ايه؟ رد على السؤال. ان الجسد عندكم نجاسة وجنس وقذارة، وان البراز والبول دي حاجة وشة. ممتاز. الله لما خلق آدم يا حبيبي خلقه روح وجسد. ممتاز ممتاز. بلا عيب، وكان بيتبول ويتبرز. ممتاز. فكنا يتبول ويتبرز وينام ويصحى ويجوع ويعطش، دي مش حاجات نجاسة ولا ضعف. ممتاز. الآن حضرتك بتقول الجسد، يعني عاوز تقول الناسوت واللاهوت. اتفضل حضرتك اسمعني كويس. يسوع يقول أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وبالسر لم أتكلم بشيء. يسوع يقول من فمك أدينك أنا العبد الشرير. يسوع يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. أين قال؟ عندك 27 سنة. أقول لك. قال له لما توما بيقول له في يوحنا 15 أنا من الأب وكفانا. قال له أنا معك هذا الزمان ولا أعرفني يا فيلوس ده لكلوبوس. أيوة. من رآني فقد رأى الآب، ألست تؤمن أني في الآب والآب فيا؟ ممتاز. حضرتك الكلام مردود عليه من كلام يسوع إنجيل يوحنا العدد 37 والأب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتوا مهياته. لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هياته. اتفضل حضرتك. اقول لك انت اسمك ايه الحقيقي؟ مش اسمك الحركي اللي كلمتني، اسمك ايه الحقيقي؟ لو انا اقول لك اسمي ليه؟ ما مش موضوعنا. ما انا هقول لك اسمي اسامة عبد الله. غير ما تقول لك اسمك، انا بكره ان شاء الله على المذبح في الكنيسه. ايوه. هقول الاخ اللي كلمني الساعه 6 الا ربع من امريكا، وسمع. يا رب انخص قلبه وازهر له ذاتك وعرفه انك انت الاله المتجسد عشان ما يروحش الداهية الى الابد. فالكلام اللي ساعتك بتقوله كلام اعمى. هذا كلام ايمان زي ايمان عباد البقر بالظبط، زي اللي بيعبد بقرة. مين اللي بيقول الكلام ده؟ والله الكتاب المقدس. روح حضرتك الليلة رومية، رومية الاصحاح الاول وكلام كلام بولس الاصحاح الاول عدد 21. اسمع ماذا يقول. لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروك اله، بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي. اولا بولس يصفهم بانهم حمق اغبياء، اخذ بالك؟ وبينما يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء وجهلاء. لماذا؟ اسمع. وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان. قفل التليفون. في صوت يا اخو اكرام؟ في صوت؟ طيب خلينا نتصل بمرة تانية. قال لي هصلي لك في المذبح. يصلي لي في المذبح. مش عارف اسم الله. بيقول لي اسمه يهوى. يسوع بقول الله.
قفلت ليه؟ ما تسمع حلو. اسمع حضرتك بقيه الكلام، اسمع بقيه الكلام، اسمع ماذا يقول بولس على عباده الاب الحي اي الصرمدي هذا الذي لا يموت ايفر لاستنج بشبه صوره انسان الذي يفنى اي يموت. حضرتك يسوع انت بتؤمن ايمانك لا يستقر الا بموت يسوع. الكلام ده فين؟ الرساله الاولى كورنثوس 15:12 ولكن كنا نكرس بالمسيح انه قام من الاموات فكيف قام بينكم يقولون انه ليس قيامه اموات؟ فان لم تكن قيامه اموات فلا يكون المسيح قد قام من الموت، وان لم يكن المسيح قد قام من الموت فباطل كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم ونوجد نحن شهود زور، لان شهدنا من جهه الله ان اقام المسيح من الاموات وهو لم يقيمه ان كان الموت لا يقومون، لانه ان كان الموت يقومون فلا يكون المسيح قد قام من الاموات، وان لم يكن المسيح قد قام من الاموات فباطل ايمانكم انتم بعض في خطاياكم. اسمع حضرتك انت بتعبد انسان مات كما يقول بولس رسالة روميا تاني الاصحاح الاول العدد 23 يقول وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى لا يموت بشبه صورة الانسان الذي يفنى يموت مثل يسوع والطيور والدواب والزحفات. اللي بيعبد انسان مثل اللي بيعبد بقرة في الهند. الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. هتقول لي يسوع مش مخلوق؟ عد حضرتك كولوسي 1:15 ذكر كل خليقة. والانبا بشوي قال لابد من تغيير النص لانه فاندايك ذكر كل خليقه معناه ان يسوع مخلوق. رؤيا يوحنا 3:14 بدايه خليقه الله. فايه الفرق بينك وبين اللي بيعبد البقره؟ انت بتقول معلش دي ايات لو انت في اوتوا شكلك كده انت مش في امريكا ولا حاجه. ايوه لان الجرس جرس محلي مش جرس امريكاني. ولكن لو انت فعلا عايز تفهم انا خدامك في الهجره لكن عايز تارجيو كم ايه واخدها من النص وانت مش قادر تفهمها دي مش مشكله. يا استاذ الكريم الفاضل المحترم انا اسمه اسامة عبد الله ولي موقع اسمه موقع الحوار الاسلامي المسيحي ولي اكثر من 500 مناظره بالعربي وبالانجليزي ولي اتصالات على جميع الكهنه في الكنيسه بتاعتك. انا معايا الكهنة اكثر من 1000 كاهن ومن الاساقفه البابا نفسه. لا تعرف حضرتك سمعت الصلاة على البابا تدرس اسمعك صار على البابا تدرس والبابا بيكذب بيقول انا السكرتاريه واقول له قول لي ده بصوته تحب تسمعه؟ اسمعه لك اهو اتفضل. البابا نفسه بيكذب بيقول انا السكرتاريه. طب معلش انا ماليش دعوه بالدرس ده انا شكلي مع بعض. اسمع حضرتك البابا اسمع ليه؟ انا مساء الخير يا فندم. معذرة على الإزعاج، ده كان تليفون نيافة الأنبا تودرس. معذرة حضرتك شخص آخر. أنا حضرتك أبو مريم من أمريكا يا فندم. أبو مريم؟ مين معايا يا فندم؟ ناخد بركة يعني. سكرتارية الباب. أهلا وسهلا بيك، معذرة على الإزعاج. ناخد بركة، اسم حضرتك إيه يا فندم؟ نعم. مين حضرتك؟ مين سعادتك يا فندم؟ ناخد بركه سكرتاريه. ايوه يا فندم. نعم يا فندم انا عاوز اعرف بس انا بتكلم مع مين؟ عاوز سكرتاريه مكتب السكرتاريه. ايوه يا فندم انا عاوز اترك رساله عاوز اعرف تركتها مع مين؟ يعني الشخص اللي تركت معاه. اتفضل. ايوه يا فندم انا مع ابونا. مين ابونا ده؟ ابونا انجلوس. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. حضرتك يا فندم انا اسمي اسامه عبد الله وبتصل من امريكا. وحضرتك بتصل على جميع الطوائف بسألهم أسئلة عقائدية في الإيمان. عندي سؤال بسيط يعني أنا أي أسقف؟ حضرتك ما أقدرش أجاوب على حضرتك. ليه ما عندك تعليمات من البابا ما تجاوبش عليا تهرب مني وتقفل التليفون؟ أنت بتسجل طبعا الكلام ده. أنت على الهواء مباشرة في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. أتفضل. صوت مين ده يا أستاذ؟ صوت مين يا سعادة الكاهن ده؟ صوت مين ده؟ اللي انا عارفه ده ده صوت ابونا انجيلوس سكرتير. اسمعك يا ابونا انجيلوس؟ لا يا استاذ ده صوت بابا تادرس هو نفسه. بقول ابونا نفسه. بقول ابونا نفسه. برافو خالص. بقول ابونا نفسه. بيقول لك انا السكرتير مش البابا؟ بيكذب. كيف اجتمع القضاء؟ بيقول لك كيف اجتمع؟ طيب انا بقى مش بكذب وبقول لك انا شنوده وابونا شنوده اللي موجود في اوتوا. ممتاز. لو عايز اي حاجه تعالى اتفضل. انا بحضرتك بقول لك انا اهو فين حضرتك بقى يسوع قال انا الله الظاهر في الجسد. انا لا اريد ايمانك. انا مش عاوز ايمانك. انت بتؤمن ان هو ناسوت اللاهوت. اين قال يسوع ناسوت اللاهوت؟ اين تكلم انت مش عايز
لا انت مش عايز ايماني. انا عاوز من الكتاب، انا راجل انجليزي، جيب لي من الكتاب. ليه ذا بايبل سبيك، ليه جيزس سبيك، نوت يو. الكلام الكلام حبيبي ما ينفعش على التليفون. لا شوف شفت بقى حضرتك بقى دلوقتي نجيبه انا نشرحه. كلام ما ينفعش. اين قال يسوع انا الله ظهر في الجسد؟ اين قال؟ اين طلب العباده نفسه؟ اين قال انا الله؟ اين تكلم الخطيئه الاصليه اساس حقيقه التجسد والفداء؟ ولا نص واحد. اين قال انا الله الظاهر في الجسد؟ ولا نص. اين قال انا الله الابن؟ ولا نص. الله الكلمه؟ ولا نص. الله الحكم التالي؟ ولا نص. وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعاليمي هي وصايا الكنيسه. كلام الكنيسه، كلام البابا. البابا شنودة نفسه بيقول الكلام ده. البابا شنودة ليه كتاب اسمه فداء البشر. طب لما البابا شنودة يا اخي بيقول الكلام ده، فاهم ايه؟ ما سابش المسيح يا اخي وجي معاك. انا بقول لك البابا نفسه بيقول نفس الكلام اللي انا بقوله. بيقول ايه؟ اسمعني بس اسمعني. البابا بيأكد كلام يسوع. بيقول ايه البابا؟ البابا بيقول في كتاب كيف تم فداء البشر الصفحه 6، هذا هو تعليم الاباء السليم في موت الرب النيابه عنا. تعليم مين؟ الاباء يا حبيبي، مش تعليم المسيح. خليك معايا بالراحه، خليك معايا. اين قال يسوع انا الله ظهر في الجسد؟ البابا تيودروس كتب ومش مش عارف ايه والانجيليه. ده موضوعات كبيرة قوي قوي على المفهوم انك تستحق تتكلم فيه بالتليفون. لو عايز تعالى احنا مثلا. يا استاذ الكريم الكتاب المقدس ما يقول كده. ما فيش حاجة اسمها تعالى للكنيسة ونشرب شاي. ده موضوع هروب، ده عدم الاستعداد للكرازة. انت المفروض تكون مستعد للكرازة. الكتاب يقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل على ما انتم عليهم الرجاء. اللي انت بتقوله عدم استعداد للكرازة. الرسالة الاولى لبطرس 3:15، كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليهم الرجاء. فالمشكلة انتوا ما عندكوش استعداد. من النص ما تقدرش، محتاجة تتشرح لك تفهمها. يا استاذ الكريم مش عايز دي خلاص انا يا استاذ الكريم اللي بيني وبينك الكتاب المقدس. انا بسال حضرتك، بولس بيقول الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. انا عاوز كلام المسيح. بولس بيقول ورد عليكم على الكنيسه انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه ناسوت لاهوت اقاليم بغرور باطل حسب تقليد الناس كما يقول يسوع وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعاليمي ايه وصايا الناس حسب كان العالم وليس حسب المسيح. اين قال المسيح انا الله ظهر؟ معلش 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 عشان ما تضيعليش وقت. انا عندي صدقني عندي دلوقتي الصلاه فانا هفكر الليله وبكره ان شاء الله. ومش عايز تقول اسمك، ربنا عارفك يا استاذ. انا اقول له عليك هو عارف. يا استاذ انا اسمه وسام عبد الله الصليبي. مين يا استاذ؟ انت بتعبد انسان، انت بتعبد انسان. انا انسان قد كلمكم بالحق. انت بتصلي الانسان، هذا الانسان كان بيصلي لله طوال الليل. يسوع كان بيسجد لله وانت بتسجد للانسان. انت حتى ما بتصليش زي يسوع. هل يسوع قال باسم الاب والابن والروح القدس؟ فين الكلام ده في الانجيل؟ هل يسوع كان بيعمل كده لما بيجي يصلي ولا كان صلاته فيها سجود لله؟ قفل التليفون. نجيبه مره ثالثه يا شباب، نجيبه مرة تالتة. طيب الو، اين تكلم؟ حاطي انسر ماشين. طيب على بركة اتصال بفضل الله جميل. حوالي نص ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة. كان معانا على الهواء مباشرة الان القمص شنودة داس بطرس. شنودة داس بطرس، معرفش داس هي مكتوبة داس بطرس من كنيسة القديسة العذراء مريم أوتاوا أنتوريو كندا. القمص شنودة داس بطرس من كنيسة القديسة مريم الأرثوذكسية أوتاوا أنتوريو كندا. شوف بقى تعليقات على الفيسبوك بقى، تعليقات على الفيسبوك. شفتوا حضراتكم؟ بقول لك يسوع يصلي يقول يهوى. يسوع كان بيصلي باللغه الاراميه يقول الله. اي واحد مسيحي بيسمعني الان او في المستقبل التسجيلات، ابحث لغه المسيح. كان لغه اللغه الاراميه بلهجه اهل الجليل ولفظ الجلاله الله الله الله، مش يهوى ولا ابونا
وللآب الله. بس حاجة اسمها يهوه مش يهوه، ما كان بيقول يهوه. هيصلي لي ان شاء الله، هيصلي لي الانسان، يصلي الانسان. لا بس اسمه تودروس. اما قلت له لا تودروس، قال لي ايه؟ قال لي خلاص، هو بيقول لك انجلوس، انا بقول لك انا شنودة. خلاص يعني خلاص الامر الواقع بقى، ما يقدرش ينكر، ما يقدرش ينكر. قال لي خلاص، هو قال لك ايوه طبعا، قال لك هو انجلوس، انا شنو، انا بقول لك انا شنودة، انا اهو بقول لك انا شنودة. انا عندي اسال سؤال، والنصايح ما تدوش بصراحه بتهكم ولا ترياء. عندما مات الرب ثلاثة ايام، كان اللي بيدعي له بيحصل له نفس الكلام كده؟ يريتش ميل باكس اوف جاد المايتي، بليز ليف يور مسج اند جاد ويل انسر يو افتر 3 دايز، يو هاف تو ويت فور ريزركشن. الرجاء ترك رسالتك، الرب ميت وهيقوم بعد ثلاث ايام، وبعد القيامه ان شاء الله يرد عليك. بكلم بجد والله ما ترياء. المصيبه والكارثه مش في كده، المصيبة والكارثة في كلام شنودة. شنودة بيقول يسوع هو عقل الله الناطق ونطق الله العاقل. اسمعي، يا ريت حد يكتب العبارة دي، عقل الله الناطق ونطق الله العاقل. طيب إن مات العقل، الإله اتهبل ثلاث أيام، ثلاث أيام اتهبل ونطق الله العاقل، والإله كان أخرس ثلاث أيام، يعني الجن بقى مجنون لأنه فقد عقله ثلاث أيام وفقد النطق ثلاثة أيام. شيم شيم شيم، والله شيم عليكم، والله شيم. عقل الله ناطق ونطق الله العظيم، في كتاب لاهوت المسيح صفحة 8 يعني. عقل الله ناطق ونطق الله العظيم. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، كبير، كل قدر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.